الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فقد سبقت لي زيارة مقتضبة إلى هذه القارة في العام الماضي، زرت فيها سيراليون خلال 10 أيام، وهذه هي الزيارة الثانية التي أقوم بها لهذه القارة الحبيبة إلى قلبي من خلال ساحل العاج، وأرجو أن أوفق في المستقبل لزيارات أخرى إلى الأقطار الأخرى من هذه القارة. مريلا من بانو كرمغوتيا يا كاتمي جابينا كو أنيتاسيا فوري كوني أسنى فلانا يمين مانا ولا كانكا أفريكي بوينفو إنا فوكا ولي كان يرى الأفريكي بوينكونا روسيا فرورا أي أتمنى سيراليون جمناكا روسيا أتو تاما سينفي أي ديتان جمع يرى كي سيراليون أو فرانا لنجينا فانا إنا فو أي أفريكي جمعنا ورا وفنا فو أبا لنجين أرافة فانا مي تاما ونونسوكا كون رشايا أفريكي كونتنا كونيا أطلع على أوضاعها، وخاصة على أوضاع المسلمين في هذا البلد الطيب. أما انطباعاتي عن هذا البلد فسأحدث عنها بشيء من التفصيل. أو أمريكا سلانو لمن ي أو من قال فلان منك أجافو أروكانا نيالو أشامم من لمن يجي كرمه كان ينجا أقوانا نانكا جمالنا كان أبوانيا وجو أدونا أقوية مني تنكري بنا مكرا سوابي نانا نانكا نانكا جمالنا كرمه كان يجرى أقول نيا جي أبدا كبا فسولا كي يسي أمك فسولا نو كان أفل أقول كمبرا تالا سبسانا كسانكا جمالنا أي كبار يجاما ميكا بانكا جمالنا أي كتاب يجاما فانا كلامين بانكا جمالنا كوكمافو nga ka fɛn min mɔgɔw ka lakalili la ani ka fɛnw ye kitabu la o ni ka nin ɲɛ la kan k'a ye o tɛ cogoya kelen ye a k'o kosɔn a wulila ka bɔ a faso la ka na yan nɔ n'a nana an ka jamana na an ka jamana bi ɲɛ yɛrɛ min ma jaati jaati a y'o dɔn o tɛmɛnen kɔ fana adamaden minnu sigilen b'an na yan nɔ minnu ye silamɛ minnu tɛ silamɛ nka fɛn min fana b'a sɔgɔla ka tɛmɛ o bɛɛ kan o ye silamɛ minnu n'a y'a sɔrɔ n'olu bɛ jamana in na yan olu bɛ lahalaya min na k'o dɔn. Awa lamini y'a jira a la fana k'a fɔ awa a ye nani min kɛ jamana kɔnɔ yan nɔ a ye fɛn minnu y'a la a ka miiriya o la jumɛn ye a y'a jaabi a ko o jaabi min n'a bɛn'o fɔ k'a bɛn'o fɔ sisan dani don. Alma tabaati an hada balad fa tabi'a an ulaqtafaha fi juz'ayn al juz' al awwal tabaati an dawahir hada al balad وعن شعب هذا البلد. ظواهر هذا البلد تدل على أن هذا البلد مخزن للطاقات الهائلة التي يحتاج إليها عالم اليوم وعالم الغد، ولذلك أستطيع أن أتنبأ بقوة بأنه سيكون لهذا البلد مستقبلا ظاهرا ولامعا ان شاء الله. هو جنان سانا ميمي سيدي لمن يا فو كرموتي وي دي كافوني نانا جمانا فونو يا لالا جمانا نا يي ادم ادوني جمانا باركا تو بي تو بنا ايو يي جمانا بي تابلو مننا ايو يي ايا نينغا اكوا يو لومرو يي وما نا تحك الله من يقولنا a y'a jira a ko awa a bɛna jaabi min di o la a bɛ se ka jaabi o tila fila ye jaabi kelen ye jumɛn ye a jaabi fɔlɔfɔlɔ ye min ye jamana hɛrɛ yɛrɛ min bɛ jamana kɔnɔ o y'a dama ko ye ani adamaden minnu fana bɛ jamana kɔnɔ o y'a dama ko ye a ko a bɛ se k'a fɔ k'a fɔ a ye nali min kɛ jamana in na a y'a ye k'a fɔ hɛrɛ caman bɛ jamana nin kɔnɔ yan hɛrɛ min n'a y'a sɔrɔ adamadenw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ o hɛrɛ la bi a ko a y'o hɛrɛ caman min ye. A bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ na ala sɔnna a hakili b'a la k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ jamana min hɛrɛ ka ca na ala sɔnna fana jamana min laban bɛ laban ko ɲuman de la.
أما الجزء الثاني من انطباعاتي عن هذا البلد فعن تركيبته الخاصة، لأن تركيبة هذا البلد تشبه تركيبة موطن إقامة لبنان من حيث تعايش الطوائف المختلفة متآخية على صعيد هذا البلد الطيب. وبطبيعة الحال حسب ما لمست في زياراتي ولقاءاتي لبعض المسؤولين أن لاهتماماتهم وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية الفضل الكبير في هذا النوع الأصيل والفريد من تعايش مختلف الطوائف الدينية متآخية متماسكة على هذه الأرض المعطاءة. أقول أفلانا فنايمية وأياكو جمالنا خيرت كليني أفلانا أدام الدمون بي جمالا فنو قلو فنا لحالة بيشوغا منو أقول أننا جمالا فنو أياي كافو جمالا ني ألي فاسو بولي منيو في كوسوبي وبولي منيو في شوغو جمالا أقول أننا أصر جمالا فنو لو سيا تشاما دي بي جمالا فنو ودو أيو فاسو بولي منيو في شوغو لا نمو مني على جاوية بوكلي وانسان سيمين بالا أبسي مكان لربو أقول أننا si o fara faralen bɛ ɲɔgɔn na cogoya min na an tɛ si kelen ye ni mɔgɔ min nana i t'o y'an cɛla sabu bɛɛ bɛnnen don an bɛɛ bɛnnen don kuma na an bɛɛ bɛnnen don baara la an bɛɛ bɛnnen don ka sigi ɲɔgɔn fɛ kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ ŋunuŋunu t'an ni ɲɔgɔn cɛ a ko wa n'i y'a ye o fana kɛra o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fo faama minnu n'a y'a sɔrɔ ni ala kelen bɛ ka jamana kalifa olu ma bi minnu ɲɛmɔgɔ n'o y'an ka président de la république ye o foyi gwaɲe olu de ka politiki sira y'a jira k'a fɔ adamadenw bɛ se ka bɛn cogo o cogo la u ka politiki na sira y'olu de ye awɔ u y'o baara de kɛ fana o de kosɔn kɔrɔbaya bɛ cogoya min na bi jama n'a caya o caya awɔ arasiw fɔlen kɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ cogoya o cogoya la a ma dɔwɛrɛ y'an fɛ yan nɔ ni ɲɔn kanu tɛ a ma dɔwɛrɛ y'an fɛ yan ni ɲɔn bɛɛ tɛ. n nana ko ko a nana sɔrɔ yamarakɛ libaniw yɛrɛ kɛyɔrɔ ye i b'o kuma kɛ o kuma na fiye a k'o fara kuma kɔni y'a a nana sɔrɔ libani cɛman bɛɛ yan a kɛra komi libani ka denw bɛ na kɛ komi u b'u fa bara. hal yumkin an ta'tuna surata an ruhi al-islam wa mada salahiyatihi lil qarn al-20. بالنسبة إلى روح الإسلام يحتاج إلى مقدمة بسيطة، وهي أن الإسلام باعتباره نظاما هبط من عند الله الذي هو خالق الكون والحياة والإنسان جزء من نظام الكون العام، فلذلك يأتي منسجما مع حركة الأرض وحركة الشمس وحركة النبات وحركة النمو الإنساني أو الحيواني على الأرض، فهو جزء مكمل للنظام التكويني للكون. lamini y'a ɲini a ka yɛrɛ a ka ɲiningali ɲini na k'a fɔ yaasa cɛɛ bɛ se ka miiriya dan ma an ka bi an ka silamaya diinɛ nin cogoya la 20e siɛkili na i n'a fɔ diɲa sigilen tere i n'a fɔ diɲa tarikhi lɔn tɛ kana sigi bila o sanji o sanji waa kelen o siɛkili mɔgɔ jateya de filɛ nin ye bi ma na filankuru minnu tɛmɛna o sigiyɔrɔma mugan na o dafatɔ de filɛ nin ye ko yɛrɛ silamaya bɛ bɛn o waati in kɔnɔ wa. awa cɛ karamɔgɔ cɛ ɲin'a ka jaabi de la a ko silamaya ye fɛn ye o ye miiri fɛn ye sira ye alahu taala ye sira min lajigi o ala kelen de fana bɛ ka diɲɛ in dan awa n'i ye silamaya tagasiraw lajɛ ka tagasira a fan bɛɛ lajɛlen filɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ silamaya n'a ko bɛɛ lajɛlen bɛnnen don tɛ e ka munumunu ani ka yɛlɛmayɛlɛma ani adamadenw yɛrɛ tagasira ani fɛnw falen diɲɛ kɔnɔ o miiriya kelenkelenna bɛɛ ni silamaya miiriya o bɛ ɲɔgɔn fɛ a dɔ tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o tuma na o b'a jira k'a fɔ silamaya لذلك لا يوجد في الإسلام حكم إلا ويجد صداه من ضمير الإنسان.
ألا يقول الإسلام حكما إلا ويحكم العقل بذلك الحكم؟ لو تأملنا قليلا في ذلك. أقول يا سعودي قصن سعام بعد سرقة فوسلامية سلامية تراني كتي فوي يدين كون يمين آدم أن ينتغسي ناكا ميريا ناكا فون ميريا وتبنيوما نسلامية يكتو كتو تيجي نادم أدو نيو كروسي كافسك فسك إباسر وني حكي دي كتا كان كتا نيوم في وني آدم أن يدميرو فنا كان كتا نيوم في. وبهذه المناسبة أذكر حديثا هو في الواقع سندي لهذا التصور، وهو أنه بعد عام الفتح أي بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا وهم لا يعرفون إلا القليل منه. أقول دليل يميني أبدي كراني حديثة كوي رولا وقرأ كفهم مكة يللين كوفة سلامة وبلوم كما كان السلام وتاي اقوم غشما دولا ديننا اوم غشما منون دولا ديننا او دولا دينا كفلو كافن لون تاسلام يلا وكادو. ففي ذات يوم كان جماعة من الأعراب جالسين يتحدثون عن الإسلام الذي آمنوا به ولم يعرفوا إلا القليل منه، فقال أحدهم: والله لأذهبن إلى رسول الله فلا أدعن شيئا من البر إلا وسألته عنه، ولا أدعن شيئا من الشر إلا وسألته عنه، وسأرجع إليكم وأحدثكم بكل ما قلت وقال. أقول دليل يقولون دو عربو بروسي كنا مغو تون سيلين بين نون داك و بين نون ين غراجي نقولا أقول كده ولا كأقول ين أقول دي بنتا على كيرا في كتا ين ينغا أقول وانيا ين ينغا انتنا فانتو يفو نو يهره كوي نام عن يبرو مينا مفانتي فان كفو نو يسرميا كوي نام عقونا كفان يمينك. فلما جاء إلى النبي قال النبي له: أحدثك أو تحدثني؟ قال: بل حدثني يا رسول الله. فقال النبي: كنت جلوسا مع بني قومك فذكرتم الإسلام وقلت والله لأذهبن إلى رسول الله فلا أدعن شيئا من البر إلا وسألته عنه، ولا أدعن شيئا من الشر إلا وسألته عنه، وسأرجع إليكم وأحدثكم بكل ما قلت وقال. أقول لسا أقول أترى كترى كذا تكرم كلا يا جنينجا أقول نبكو إكمان يويا وتعالي لبني إكمان يويا كلا كو كرما أقول إدي كان كان إكمان يويا كلا كلا كو تما كو إدي كان كان إكمان يويا كلا كو كوني نمبو دي تونس كلمة يويا وندافع نيا فوني مسلمة يا فوني نا غنيا فوني نا كفوم بيتا سي كلا في نتنا فين كاس لما هي لاتو ولا ما نتو ولا كذا لما هي لاتو فين فينا فوني كذا كمين فينا كذا هنا وكذا كذا كذا تنا ماي أكوني بنا أكو بس أمي تروك أسي كذا كم بوما كفوني مو ولا كذا نمبوك. هذا الرجل كان يتصور أن الإسلام دين يمكن تلخيصه في مجموعة كلمات يعطيها النبي له في جلسة واحدة. أوتيا جاتي كفونا تلا كتا لا كيرا سوي كان ينينغا كيرا بيتي كما كان دم دم فاني نامي ميزي كاس لما يا كولاي دي كو بلا دين فاني لا كامبيو. وبالفعل نزل النبي عند رغبته ولخص له الإسلام في كلمات، فقال النبي: يا هذا، البر كل ما اطمأن عليه قلبك، والشر كل ما نقر في قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. أو كيف ترى كذا كيرا ينعا كيرا كيف أنا كم مريا تيمي كيرا بلانو سرعي كيرا فنا يك ما كان دمنا وفان ينا كسل ما يا فو كأكون دراس ما كان دمنا هنا أكوس لما يا يتفهمري سلما يا نبي برا من كي تزكون دعيرا ما كلا إبا كلمات إكلام ميرا جرا إدركو ميرا جراكي إدمير ميرا جراكي نيو كوكه كل إسلامي أو كوني ماي، أكو كوجوي يفهم مني نتيبا كني سكوني يرجع لكي، أكو لا، أكو لي كوجوي. إذن
فالإسلام حسب تصوير رسول الإسلام له شيء ينسجم مع ضمير الإنسان وواقع الإنسان، فما دام الإنسان موجودا سواء في القرن العشرين أو بعد القرن العشرين، ما دام الإنسان إنسانا له ضمير يتحرك ويحكم فالإسلام موجود وثابت يتحرك ويحكم، لأنه التعبير الواضح عن صوت الضمير الذي قد يبدو خافتا لبعض الناس. أقول سأقوم بجرى كفوس لما يفني أدم الذي يرد لرمينا كاتيغا كاتيغا أقول لما يلو يونيس لما يكون منوي وكون منو تسكى يلما مادم أدم الذي تلا قدم دينا ni domiri ba da madina ka ko ni idruku mi daga lakula ira hakli bi daga lakula utuma na ukara karno 20th century la sao ukara century tu fulala o adama de mi roro utna bi daga sosla me yama hal yumkin an na'rifa ba'da shay' an shahr ramadan wa laylat al-qadr ya fadilat al-shaykh بالنسبه الى شهر رمضان أعتقد أنه شيء ضروري في أي دين من الأديان، فكما يقول القرآن الحكيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان بشكل أو بآخر موجود في كل الديانات السماوية وعلى حد سواء. Kumi inga chenyi inga sisa Nguyala abiseka dofuwa anyana sungaro kwenyala wa Ayayi raka jabiliko no Ako kusungaro ye sundo nye di bato leye Bato mi Alaka wajiria dina mogo bela jenima dina o dina nabwa ni sango no kakora alala Kusungaro sundo wajiria ni o dina bela jenima mogo ma Iko mi wajiria ni anu usilama umanyabima kwala alaku makavu mimo semende ya kwala kuu kwa lugu munubra limena ya kwa yusunge au mafanga ye wajiri kuma ayake mwoma wajiri ya mwoma mitimini au nye lianna linsana bitabiate yattajuhu akthara ma yattajuhu ila almada fayasrifu akthara waktihi wa jahdih fi sabili tahsili ma yuamminu hayatahu almadiyya ومع استمرار هذه الخصلة في الإنسان تسيطر عليه المادة نوعا ما، فكان لابد من شهر رمضان والصيام حتى يخرج الإنسان بهما قليلا من سيطرة المادة عليه. ربك يا ربما نعينا في الأميز سكمين يا فسزاك نسو الكتوية يا ربما kau kusun meni ye oye kole ye alaw tara kuya farda ka taa mɔgɔw ma mu kɔngɔna ye kɔrɔ fana le bɛ sundo la sundo tɛ kɛra ka ko i bɛ sundo dɔrɔn ka a kɛ wasofɛ ye sundo bɛ kɛra le ka yira adamaden o k'a ka hinɛɲɔgɔn na ɲɛ min na adamadenw fana o k'a ka lɔ ɲɛ min na k'a fɔ ko ni bariya k'i sɔrɔ ɲɛ min ma o tuma na tumana min bɛ nɛma na o bariya sugu fana bɛ mɔgɔ tɔw kan. sundo kɔrɔ ka se alaw tala fɛ i n'a fɔ alaw tala yɛrɛ k'a fɔ ɲɛ min ma a ko i ka baara o baara o bɛɛ lajɛlen y'i ta ye fo sun o ye ale alaw tala ta de ye arabukɛ kun b'o le ɲɛfɔ an ɲɛna. لأن الإنسان عندما يصوم شهرا كاملا فيضرب عن الطعام والشراب والجنس وكثير من الممارسات المادية يتحرر نوعا ما من عبودية المادة ومن سيطرة المادة ويفسح المجال لروحه أن تتحرك منطلقة متحررة. ربك يا جرا كفو نفع سنكو كتوبة من سنكو أنك أنك فامو فامو توي ورلا من تي أي من فوي سبناني أدام الدين لجي أما سورة أدام الدين فين فلا دي بانا فين كلين جمعي فين كلين من بانا نوي بغانا ka fɛnw ye i n'a fɔ dumuni ani baganw jɛlen bɛ dumuni na sunɔgɔ ani baganw jɛlen b'o la
awa musoko ani baron je lambola jimi ani baron je lambola ko e baron ko famu num banda ne olu e baron ne yoro de ana awa otema men ko ala made pour que kan fenu luso min ne na tro no yidumuni wala min na tro no musofuri wala ono boyango ko siti saka tro de na flote awa ona ko nyini na ya la je ka ta kabri so ma ko ta bla ulala fe ambe bulu 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 bulla di ko na ambo bere ni na ako no kera sa mo ni fi bi ta ka ta se haga do ma abina kinyana ka ko nyi ko fela la ko se kelen gelen de nyala funi fami garan da fole wala ka dumuni ke wala ka jeni musoi ko ko so ni sumalo da sumalo e fende ya ba jira na ka fo ni bele jeni de bele ko fo ngore be fami de buso ko e fende fami de dumuni fende fami de na fulo nyini a moye de do moye me ba so na so la bi al question bu ka jira ana mo denna ni fami nu ni ni bagan ko mu nu kende ka mu nu nu amise ka yere sama ka bo bagan ko nu la chugo be na done sabune ma ko so na ite dumuni ke donc ko bagan jugo de bo dabla ite se musoma ko bagan jugo e bo kana dabla ala moye de do ani ka yere sama ka bo bagan ya na done fa indama yasum al insanu shahran kamilan fi an-nahar ويسهر شهرا كاملا في الليالي بقراءة القرآن والأدعية والصلوات تصفو روحه قليلا قليلا ويجد الفرصة الكافية للتأمل والتفكير في ماضيه وفي مستقبله فيعدل الكثير من الخطط التي كان يسير عليها في ماضيه ويمهد لوضع خطط جديدة أعلى وأجلى من خططه السابقة لمستقبله هذا الصفاء عادة يحصل للإنسان في إحدى سهراته وخلواته في العشر الأواخر من شهر رمضان تلك السهرة الملائكية التي تتبلور فيها أفكاره فيعدل خطط الماضي من أجل المستقبل تلك الليلة ستكون ليلة القدر بالنسبة إليه أو كرموتي أين كاجبين من غرين جبيلة أكون آدم أدن يسنغلو سنكاتلسو أكلو كريم kasula rofana sun o kalu kirim o bada maden deme kaninku kanin sania kabo miria jugura ane tara ti jugu mun tumala ane ka wale jugu mun tumala abada maden de ka bad deme akai de sania kabo ni bela grena no kerasa ada maden me yina maka dum bale ka uka nyama yala o mare ko ka nyama ya o de la sada maden me sunya ala 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 uta le ka masela apone songalo ni suni asun te kugwanzai ni ya sun kibo bidanya jatiyala kuna amad mache ti janbaya ira ranya mima kadu mareko uka nyama yala ule ifengi mima ade madini respania iti meka miria kuwa munta ka konsungolo nye sane sungolo bepa abi deme ku miria uirama kika kura si ala matuko kura sane sanga irama awa mbazin slavo lere mintundirama lere suruyala amba feka ala dunia limam karanga sali sini narasona adeba ya misri bala abina juma sali ya naye juma sali kaba abina mgo waju ute balengo akalo mfana kafo dimashidun soma kata kabri neve la fuka tabla midi hakela engineer uka suba mfeni ye tuwesi wali trash ville basa mgari karefelala abina na konferansi bivre bake ala nyinile mbe slavo slavo nato ni slavo ya kubi interesi abe katanjo mtoroe dimashi soma kata kabri neve la fuka tabla midila alo na sa amira kuma di karamwache ba ay kuma to alaba amaye manu kuma ya minuti to la to minuti kele ustad bena kuma to termine karamwache bena kuma to termine kala sauma niye kule mimbo ni ministre de l'interieur la ani ben suma wora fana ustela uma unti ngana bikwa arabuke na kala kuma ala so kala sau unti bika emissione karamwache bena kuma to alaba وفي الختام أتمنى لهذا البلد لشعبه وللمسؤولين عنه كل خير وتوفيق ولهيئة الإذاعة
الموفقية التامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.